تقديرات أمريكية تقول إن نتنياهو نسف مفاوضات الأسرى وخريطته تشعل غضبا فلسطينيا بعد ضم الضفة الغربية لإسرائيل. الضفة الغربية تشتعل، الجيش الإسرائيلي يعلنها ساحة عمليات مع تحذيرات من تفجر الأوضاع. توقيف حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلمي بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال. العراق يستغل زيارة بيزيشكيان لتعزيز التفاهم مع الفصائل المسلحة والعودة للهدنة. لكم من جديد وأهلا بكم لمشاركتنا هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بآخر التطورات، حيث نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسف كل شيء في الخطاب الذي ألقاه أمس بعد تأكيده أن إسرائيل لن تغادر ممر فيلادلفيا أبدا. وذكرت CNN أن يحيى السنوار زعيم حركة حماس هو صاحب الكلمة الحاسمة في ظل الأحباط المتزايد في انتظار أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع حماس لإعادة الأسرى المتبقين من غزة. كما أوضحت CNN أن السنوار يستغل جميع نقاط الضعف عند نتنياهو التي يستطيع التلاعب بها، أبرزها موقفه الضعيف أمام الرأي العام. وبعد خطاب نتنياهو أمس لم تتوالى ردود الفعل الإقليمية والدولية فقط، بل تصاعدت حدة الغضب ضده في الداخل الإسرائيلي بسبب ابتعاد حكومته عن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن الوزير المستقيل من مجلس الحرب جادي أيزنكوت تأكيده أن نتنياهو تجنب في خطابه ذكر التاريخ الذي وافق فيه جميع أعضاء المجلس على صفقة تبادل. وقال أيزنكوت إن نتنياهو استثنى تاريخ 27 من مايو الماضي، وهو اليوم الذي وافق فيه جميع أعضاء مجلس الحرب على مقترح صفقة لإعادة الرهائن، وشدد على أن نتنياهو رفض عرض المقترح على المجلس الوزاري الموسع بسبب اثنين من شركائه، وصفهما بأنهما يمسكانه من رقبته في إشارة إلى الوزيرين إتمار بن كفير وبتسل إيل سموتريتش اللذين رفضا الصفقة وطلبا بالاستيطان في غزة. من جهته أيضا هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد نتنياهو قائلا إن الشيء الوحيد الذي يهمه هو عدم انهيار حكومته عبر مواصلة الحرب إلى الأبد ثم دخول رفح فنتسريم والآن فيلادلفيا بغض النظر عن عودة الرهائن من عدمها. على جانب آخر قال منتدى عائلة الرهائن إن نتنياهو أثبت أنه لا ينوي إعادتهم، كما وصف المنتدى خطاب نتنياهو بالمليء بالأكاذيب والتلفيقات مؤكدا أن النضال من أجل لإعادة الرهائن سوف يتصاعد ويتضخم. في الأثناء قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء بناء على طلب عاجل منه لمناقشة قضية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة. وأضاف السفير الإسرائيلي في تغريدة أن هذه ستكون أول مناقشة من نوعها منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت متأخرة خاصة بعد مقتل 6 رهائن. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الحكومة تواصل اتصالاتها الدولية مع المنظمات الدولية ومختلف الدول للضغط ومحاسبة إسرائيل. وأضاف مصطفى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي خصوصا في البنية التحتية قد تكون الأكبر والأوسع منذ اجتياحه للمدن الفلسطينية في العام 2002، محذرا من مخططات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين. هذه التضحيات والخسائر التي تخلفها اعتداءات جيش الاحتلال لا سيما في البنى التحتية قد تكون الأكبر والأوسع منذ اجتياح الاحتلال للمدن الفلسطينية عام 2002. لكننا نقول للجميع أننا سنقوم بإعادة إعمارها. إلى جانب التدخلات المدنية على الأرض تواصل الحكومة اتصالاتنا الدولية من المنظمات
العالمية ومختلف الدول للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا. وفي سياق متصل، شددت الخارجية الفلسطينية على أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه خريطة تضم الضفة لإسرائيل يكشف حقيقة أجندة حكومته، كما دعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في فلسطين، دعت المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين من إسرائيل. خطورة هذا التصعيد أنه هذا امتداد لحرب الإبادة والتهجير وضرب مقومات صمودنا كشعب فلسطيني، وطلبنا من المجتمع الدولي ضرورة تكثيف التحرك في بلدانهم لفضح ممارسات الاحتلال، وطلبنا أيضا المنظمات الأممية لتتحمل مسؤولياتها ودورها في حماية شعبنا. اللي عم نشوفه اليوم هو انتهاك جدا صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وحكوماته بضرورة التدخل وبسرعة لوقف هذا العدوان في كل الوطن المحتل. شددنا أيضا على أن مساءلة دولة الاحتلال جدا مهمة. أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رفض القاهرة محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زج اسم مصر في الصراع من أجل تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه التصريحات تزيد من الاحتقان في المنطقة وتبرر التصعيد. كما أكدت الخارجية المصرية أن تصريحات نتنياهو تهدف إلى عرقلة التوصل لصفقة بشأن غزة وعرقلة جهود الوسطى. وللحديث أكثر حول هذه المواقف لنتنياهو التي أعاقت تحرير الأسرى، كما ورد في الخبر، ينضم إلينا من القاهرة المختص في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية سعيد عكاشة، ومن رام الله أيضا ينضم إلينا الصحفي والباحث السياسي نظير طه. أهلا بكما معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. نبدأ أولا مع سيد عكاشة. تقديرات أمريكية تقول إن نتنياهو نسف كل شيء، هل برأيك فعلا ما يظهر للعلن هل هو مطابق لما هو غير معلن، أم هناك فعلا ربما اتفاق مستتر بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للمضي في هذه السياسة؟ مساء الخير. أولا أعتقد أن تصريحات الرئيس بايدن واضحة بأنه لم يحمل المسؤولية بالكامل لنتنياهو. هو قال أنه لا يبذل الجهد الكافي لتحقيق صفقة تبادل الرهائن، لم يتهموا بأنه أفشلها تماما، وبالتالي هناك نوع من عدم الفهم للموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي بوضوح لا يريد الانسحاب من فيلادلفيا، لا يريد صفقة الرهائن بأي شروط، هو لديه شروط معينة لتحقيق صفقة الرهائن، بينما بايدن يحاول فقط أن يخفف من الضغوط الداخلية على الحزب الديمقراطي، نتيجة أنه الآن لم يعد سوى أسابيع قليلة على الانتخابات الأمريكية، وهو لا يريد أن يؤثر الموقف في الجاري في غزة على فرص المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي. وبالتالي أعتقد أنه كمالا هاريس عندما هو يحاول فقط من أجل الوضع الداخلي، لكنه لا يتهم إسرائيل بالكامل بأنها فشلت المفاوضات، ويريد أيضا في نفس الوقت أن يرسل رسالة أنه ما زال يأمل في تحقيق اتفاق، وبالتالي يرضي الجناح اليساري في الحزب الذي يريد الضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الاتفاق. نعم. أذهب أيضا إلى السيد نظير. سيد نظير، يعني بعد هذا العرض الذي بدأ واضحا من نتنياهو، حكومة نتنياهو أيضا يعني تؤيد عدم حصول صفقة، وبالتالي ما الذي يمكن أن ينتج من مواقف من قبل حماس حيال هذه السياسة المتعنتة من نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة بأن لا يكون هناك نوع من تفاوض واتفاق؟ نعم، يعني هذا العرض الساخر الذي قدمه بنيامين نتنياهو وكأنه أستاذ جامعي أمام طلبة، هذا عرض ساخر لا يستند إلى أي حقائق على الأرض. وبطبيعة الحال
الموقف من حركة حماس ومن كل الشعب الفلسطيني رافض لمثل هذه التصريحات التي خرجت عن بنيامين نتنياهو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة. هذا إثبات ودليل جديد على أن بنيامين نتنياهو بالأساس يريد المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، وهو يلعب على عامل الوقت متسلحا بالدعم الكامل من الإدارة الأمريكية التي، ورغم الانتقادات لهذا الخطاب الذي جرى بالأمس، إلا أنها لا تزال تقف على يمين بنيامين نتنياهو وتسانده بكل قوة في المواقف السياسية وفي الدعم العسكري والمالي والاقتصادي لدولة إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن موقف حركة حماس هو بطبيعة الحال كما موقف باقي الفصائل الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، رفضوا مثل هذه الهرطقات التي تحدث بها بنيامين نتنياهو، وهذا تأكيد على أن بنيامين نتنياهو ماض في مخططاته الاستعمارية الاستيطانية، وهو الذي أشعل جبهة الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي لليوم السابع على التوالي هنا في الضفة الغربية، حرب حقيقية يخوضها الجيش الإسرائيلي خاصة في شمال الضفة الغربية بالتحديد في محافظتي جنين وطول كرم التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتدمير شامل وكامل للبنية التحتية ولكل ما هو فلسطيني، لا يستثنى من هذا الهجوم المساجد والمدارس وكل المنشآت التابعة حتى للمؤسسات الفلسطينية. لذلك أعتقد أن مثل هذا الخطاب لبنيامين نتنياهو نسف أي إمكانية أو بصيص أمل لإمكانية التحقيق قدما في إمكانية التوصل إلى اتفاق صفقة. وما يقوله بنيامين نتنياهو أننا لن ننسحب من محور فيلادلفيا الفاصل ما بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية لا بعد 42 عاما، لأننا إذا انسحب بعد 42 يوما، لأننا إذا انسحبنا منه بعد 42 يوما لن نعود إليه ولو بعد 42 عاما. واعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 كان خطأ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال بأن له الشرعية اليوم بالبقاء. نعم، يعني هذا ما صرح به، في حين وقتها لم يكن لديه الشرعية بعد السابع من أكتوبر، يعني وجود إسرائيل في معبر فيلادلفي بالنسبة لنتنياهو هذا أمر حيوي جدا، لكون هذه المنطقة تعتبر شريان حياة بالنسبة لكل قطاع غزة. عودة إلى الأستاذ سعيد عكاشة. أستاذ سعيد، يعني يبدو للوهلة الأولى بأن هناك خلافات كبيرة بين موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المفاوضات ونتنياهو، وبالتالي هل هناك يعني ربما خشية من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بسحب عديدها وعتادها بعد كل هذا الدعم الذي قدمته لإسرائيل، فهي يعني غير قادرة على تحقيق أي تقدم أو أن تملي ما تريد على نتنياهو؟ أعتقد أن الهدف الأول من القوات الأمريكية التي تم نشرها في المنطقة هو منع تحول الحرب في غزة أو الاشتباكات ما بين إسرائيل وحزب الله إلى حالة حرب إقليمية واسعة النطاق، خاصة في ظل أن إيران حتى هذه اللحظة تقول ما زلنا نصر على توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل. وبالتالي وجود القوات الأمريكية ليس رهينا بما يحدث في صفقة الرهائن، هو رهين بمنع تمدد الحرب في المنطقة. أما فيما يتعلق بالصفقة فأعتقد أنه لدى الرئيس بايدن بوضوح أنه لا يتفاوض مع نتنياهو، هو يقول ذلك بوضوح، نحن نبحث مع فريقنا كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع. نعم، كيف يمكن تحقيق أي تقدم من دون رئيس الحكومة، من دون موافقة نتنياهو؟ نتنياهو يعني يستند الى يعني الى نقاط قويه داخل المجتمع الاسرائيلي. عندما نعود الى البيانات والتقارير الاسرائيليه توضح بوضوح ان هناك انقسام داخل الراي العام الاسرائيلي. هناك جمعيتين على سبيل المثال تشكل بعد 7 من اكتوبر من اسر الضحايا، سواء من قتلوا في 7 من اكتوبر او لهم رهائن واسرى في لدى حماس،
وهؤلاء يدعمون صفقة إفراج عن الرهائن بأي شكل. وهناك أيضا جمعيتين أخرتين داخل المجتمع الإسرائيلي بهم نفس الأشخاص، يعني بهم نفس الاتجاهات، يعني بعضهم لدي أسرى، بعضهم لدي قتلى في 7 أكتوبر، ويؤيدون استمرار الحرب وعدم إيلاء قضية الرهائن الأولوية الكبرى. إذن هناك انقسام في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يستغله نتنياهو بشكل كبير حتى يحقق عدم أهدافه من عدم تحقيق الصفقة، لأنه تحقيق الصفقة إذا ما لم يحظى بموافقة إتمار بين غفير وسموتريتش فإنه يمكن للحكومة أن تسقط، وهو ما لا يريده نتنياهو. وبالتالي أعتقد المشكلة الداخلية معقدة، وليست المشكلة في نتنياهو في حد ذاته، المشكلة في انقسام المجتمع الإسرائيلي نفسه. أيضا من جانب آخر نذهب إلى أستاذ يعني نظير. أستاذ نظير، هل بدأت تتجلى فعلا رؤية نتنياهو بالنسبة للمنطقة، بالنسبة لحدود إسرائيل بعد دخوله إلى الضفة الغربية، خاصة بعدما تحدث أيضا الرئيس السابق دونالد ترامب وقال بأن إسرائيل تبدو كنقطة في داخل المجتمع العربي؟ نعم، يعني بنيامين نتنياهو يريد السيطرة على الضفة الغربية، ويريد ممارسة التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المخيمات الفلسطينية بالتحديد في شمالها، والتي يقوم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أيام بعملية عسكرية واسعة كي تكون الأكبر منذ عملية السور الواقي التي شنها الجيش الإسرائيلي في العام 2002. لذلك بنيامين نتنياهو يعمل على خطين متوازيين، يعمل على ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك محاولة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه سيناء وجمهورية مصر العربية، مستغلا حالة الانشغال والصمت العربي والدولي والدعم الأمريكي لهذه الحكومة الإسرائيلية لكي ينفذ مخططاته. هو يستند على إمكانية أن يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، والإشارة التي تلقفها بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل دولة صغيرة، لذلك هو يريد توسيع حدود هذه الدولة على حساب يعني لا شك أراضٍ عربية أخرى، بأن هذا الموضوع هو بحاجة لكثير يعني من الوقت لمناقشته. على كل حال نشكر كل ما تفضلتما به من إيضاحات ومعلومات. من رام الله كان معنا الصحفي والبحث السياسي الأستاذ نظير طه، وأيضا من القاهرة رفقنا المختص في الشأن السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية سعيد عكاشة. شكرا لكما على قبول الدعوة. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد سرية النخبة في كتيبة بالقسام وأحد عناصر منظومة المظلات الشرعية أحمد الودية. وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن الودية شارك في اقتحام مستوطنة نتيف هعسرة بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر، وأضاف بأن العملية تمت بمشاركة بين الجيش وجهاز الشباك، حيث أغارت الطائرات على مجمع يستخدمه عناصر حماس قرب مستشفى الأهلي في مدينة غزة وفق قول. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية العسكرية التي يشنها في عدد من المدن والمخيمات والقرى في شمال الضفة الغربية ستستمر لأيام إضافية بحسب تقييم الوضع الميداني. وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن هناك تهديدات بوقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأنها ليست مقتصرة فقط على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن هناك استغلالا من قبل الشبان الفلسطينيين لتنفيذ عمليات. وأضاف موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات عسكرية معقدة في مخيم جنين، حيث تم تدمير طرق مفخخة تحوي أكثر من 30 عبوة ناسفة. وقال مصدر أمني إسرائيلي قال إنه تم اكتشاف منازل تحتوي على بنية تحتية للفصائل مثل مختبرات وغرف عمليات. في أسياق أيضا قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن المؤسسة الأمنية قررت اعتبار الضفة ميدان قتال إثر العمليات الأخيرة.
كانت 4 جرافات عسكرية إضافة إلى عدد. ومن أمام مخيم جنين ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل فالح نصير. أهلا بك فالح. يبدو أن هناك مواصلة للقوات الإسرائيلية بسياسة التدمير الممنهج. هناك تحذيرات دولية من اشتعال الضفة الغربية. حدثنا أكثر عن آخر التطورات والتفاصيل المتوفرة لديك. سأبدأ من قتل الجيش الإسرائيلي لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما في قرية كفردان شمال غرب مدينة جنين بعد حصار الجيش الإسرائيلي لمنزل وإطلاق النار عليه وهدم أجزاء منه بحجة وجود مطلوبين في داخل المنزل. لكن القوات الإسرائيلية الآن بدأت بالانسحاب من هذه القرية ويبدو أن العملية العسكرية بدأت تتسع رقعتها إلى خارج مدينة ومخيم جنين لتصل إلى عدد من القرى على رأسها كفردان وكذلك قباطية ومثلث الشهداء. أما عن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي فأنه بالفعل يصب الزيت على النار من خلال إجراءاته العسكرية وحملته المتواصلة لليوم 7 على التوالي وتحديدا على منطقة شمال الضفة الغربية. لكن الوضع الآن في مدينة جنين ومخيمها يخيم عليه هدوء هش وحذر لما نعد نسمع أصوات الاشتباكات والانفجارات التي تكررت على مدار الأيام 3 الماضية. بينما التيار الكهربائي ما يزال مقطوعا عن 80% من أحياء جنين وبشكل كامل عن المخيم. انقطاع أيضا في شبكات الاتصال والإنترنت. ضرب الجيش الإسرائيلي خط المياه الرئيس على المدينة المزود بالمياه للمدينة وللمخيم وكذلك شبكات الصرف الصحي. تجريف للشوارع وضرب للبنى التحتية وتدمير للممتلكات العامة والمحال التجارية وهدم منازل ومحال تجارية كما أسلفت وتدمير للمركبات الفلسطينية المتواجدة في الشوارع سواء في داخل المخيم أو في خارج المخيم. حجم الدمار كبير والوضع الإنساني والصحي كارثي في وقت دقت فيه وزارة الصحة ناقوس الخطر على إمكانية نفاذ الأدوية والوقود من المستشفيات مع مواصل أو تواصل انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود الذي قد ينفذ إذا ما استمرت هذه العملية لأيام أخرى. الجيش الإسرائيلي يحاصر أيضا المشافي وتحديدا مستشفى جنين الحكومي وابن سينا ويفرض قيود على الطواقم الطبية وفرق الإسعاف التي تخضع لتفتيش دقيق ويصل أيضا إلى التفتيش الجسدي. بطبيعة الحال هناك نقص في المواد الغذائية وفي مياه الشرب وفي حليب الأطفال وفي الأدوية الخاصة بالمرضى. شوارع المدينة تبدو فارغة تماما والمدينة أشبه بمدينة أشباح ولا يستطيع المواطنون الحركة حتى لشراء الحاجيات وإن قرروا ذلك فلا يخرجوا لأن المحال التجارية موصدت الأبواب لليوم 7 على التوالي وكذلك يخشون من فرق القناصة المنتشرة فوق أسطح المنازل والبنايات في وقت أيضا قام فيه الجيش الإسرائيلي بإجبار عشرات العائلات سواء في داخل المدينة أو المخيم على النزوح وحول المنازل إلى نقاط ومقرات إقامة للجنود ومراكز تحقيق مع استمرار حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات بالجملة. حتى يعني صحيفة إسرائيل اليوم ونقلا عن مسؤولين أمنيين تحدثت وقالت بأن هذه العملية ستكون عملية مستمرة لجنين وليست سوى البداية. أيضا يعني كنا قد تابعنا بعض العواجر عن مسؤول لحماس بالأناضول واشنطن هددت بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم الاتفاق في أسبوعين. شكرا للزميل فالح نصير لكل هذه التحديثات. رافقنا من أمام مخيم جنين.
وبعد مثوله أمام القضاء ولأول مرة منذ انتهاء ولايته، قال مصدر قضائي إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وذلك بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال. وأكد المصدر القضائي أن توقيف سلامي جاء بعد استجوابه لمدة 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار. وفي أول ردود الفعل الرسمية أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للحدث أن توقيف سلامي قرار قضائي ولن يتم التدخل فيه، وأن القضاء يقوم بواجبه مستقلا والجميع تحت سقف القانون. في حين نشرت جريدة المدن اللبنانية صورا قالت إنها لسليمي بعد التحقيق معه بقضايا اختلاس. وللوقوف عند هذا التوقيف لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي تنضم إلينا من بيروت الكاتبة الصحفية فرح منصور. أهلا بك أستاذة فرح برفقتنا مع قناة الحدث. يعني كيف يفهم المتابع هذا التوقيف وهذا التحقيق في يعني بعد مدة من الزمن بعد تركه لمنصبه من حاكمية مصرف لبنان؟ نعم، هذا الملف طبيعي أنه اليوم الخطوة القضائية اللي عملت كانت مفاجأة وبتؤدي لتغيير مسار الملفات القضائية المصرفية بصورة كتير كتير قوية خلال المرحلة المقبلة. اليوم استدعى رياض سلامي إلى جلسة تحقيق دامت لأكثر من 3 ساعات متواصلة حول الشبهات اللي كانت موجودة على ملف أوبتيموم المصرفي، واللي كانت الشبهات اللي موجودة ذكرت داخل التدقيق الجنائي. وبعد الاستجواب وخلال 3 ساعات أصدر القرار بتوقيف رهن التحقيق وبنقله إلى مديرية تسليمه إلى مديرية قوى الأمن الداخلي لوضعه داخل السجن إلى حين انتهاء الملفات المصرفية. يوم هذه الخطوة تمثل بأنه النيابة العامة التمييزية قررت فتح والتوسع بتحقيقاتها بالملفات المصرفية المتعلقة بملف أوبتيموم وبملفات مصرفية أخرى. وبناء على المعلومات اللي كانت واردة من اللي حصل عليها المدعى العام التمييزي القاضي جمال الحجار من المصرف المركزي ومن يعني من الوثائق والأدلة اللي حصل عليها إضافة إلى الشهود اللي استمع لهم سابقا بما يخص بهول الملفات، وبنضيف لهم اللي استمع لهم برياض سلامي اليوم، كل هول المعلومات ترتبت عند القاضي جمال الحجار لأخذ قرار بتوقيف رهن التحقيق. وهذا بيعني أنه بيمتلك الكثير من الأدلة وأنه هناك جلسات استجواب ستكون متتالية لحاكم مصرف لبنان خلال المرحلة المقبلة، أي أنها ليست جلسة الاستجواب الوحيدة اليوم، بل سيترتب هناك جلسات أخرى إضافة إلى مجموعة من الشهود قد يطلبون إلى التحقيق من أجل استجوابهم. اليوم خطورة هذا يعني هذه المرحلة بتأكد إنه خلال الأيام المقبلة هنشهد بالملفات المصرفية تطور كتير كبير، لناحية إنه رياض سلامي سبق وأكد أمام الشاشات البرامج التلفزيونية إنه في حق إنه طلب من القضاء اللبناني أن يسأل السلطة السياسية عن الوضع الاقتصادي اللي توصلنا له، وكان يحمل المسؤولية على السلطة السياسية. لذلك اليوم خلال التحقيقات الأكيد أن سلامي سيتوجه للدفاع عن نفسه وسيدلي بكل ما يعرفه من معلومات خلال العقود الطويلة اللي قضاها. هو يعني أثر الصمت ويعني فضل أن يترك منصبه من يعني أن يفتح مثل هذه الملفات. خطورة هذا الموضوع اليوم، وهل يعني هذا التوقيف سيؤسس لفتح ملفات من ضمنها يعني أسماء لكبار مسؤولين؟ أسماء سياسية صحيح، لأنه نحن كما نعلم أنه رياض سلامي هو بنك أسرار هذه الطبقة السياسية طيلة العقود الماضية، وبالتالي هو يعلم الكثير عن الأسماء السياسية وكيف تعاطوا مع المرحلة السابقة قبل الوصول إلى الانهيار الكبير في لبنان. لذلك اليوم نحن خلال الأيام المقبلة أكيد حنشهد تطورات حتكون وذكر أسماء سياسية بارزة، كيف حولوا مصرياتهم إلى خارج لبنان، كيف تم التعاطي بالملفات داخل المصرف المركزي، وذلك من باب الدفاع عن نفسه. حتى يعني يطرح السؤال التالي، هل يمكن أن يكون هو كبش فداء لكثير من القضايا؟ على كل حال انتهى وقتي معك، سنكون في متابعة طبعا لهذا الملف الحساس بالنسبة للبنان. من بيروت رافقتنا الكاتبة الصحفية فرح منصور، شكرا لك.
اقتراب زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان إلى بغداد، أفادت مصادر عراقية بصدور أوامر للفصائل العراقية بخفض التصعيد في المنطقة. مصدر من مكتب السوداني قال لوسائل إعلام عراقية بأن بيزشكيان سيحمل معه ملفات اقتصادية وأمنية في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستثمار تلك الزيارة بهدف حمل طهران على كبح جماح الفصائل الموالية لها. وأضاف المصدر أن المعلومات التي تلقاها العراق تؤكد إرسال طهران رسائل لقيادات الفصائل الموالية لخفض التصعيد العسكري وعدم تنفيذ هجمات ضد قوات التحالف الدولي على المدى القريب. وأشار إلى مساعي حكومية حثيثة للنائب العراق عن الصراع الدائر في المنطقة وعدم الانجرار وراء أي تصعيد قد يؤثر على استقرار البلاد. اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الوجود الأمريكي في العراق ليس احتلالا. وقال حسين في مقابلة تلفزيونية، قال إن بغداد تعمل بجهد استثنائي لإبعاد العراق عن شبح الحرب، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تتحرك باتجاهين خارجي وداخلي لوقف التصعيد، مبينا أن الاتجاه الداخلي يكون عبر الحوار مع الفصائل وخارجيا عبر مساعي التهدئة. ولفت حسين إلى أن مسألة الحرب والسلم بيد الحكومة والبرلمان كما ينص الدستور العراقي، مؤكدا أن الحكومة لا تؤمن بوحدة الساحات وهي مشغولة بالساحة العراقية. وبشأن ما يثار عن لقاءات السفيرة الأمريكية في العراق مع الوزراء والقيادات العراقية، أكد حسين أنها لا تخرق العرف الدبلوماسي. الحكومة العراقية لها ساحة واحدة، الساحة العراقية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا عمل تضامني مستمر ودعم مستمر للساحة الفلسطينية. حدود هذا التضامن معانيك؟ حدود هذا التضامن مثل حدود هذا التضامن سياسيا، دوليا، مساعدات إنسانية، مساعدات، هذا ما حرب نشيل هذا ما يطلب، هذا ما يطلب الفلسطينيين من العراقيين. الفلسطينيين من العراقيين لا يطلبون أننا ندخل وندمر العراق ونشيل دفع العراق إلى الحرب. معناته أنه دخول العراق ودخول مسيرة تدميرية. هل لصالح القضية الفلسطينية سواء اليوم أو مستقبلا أن تدخل العراق مسيرة تدميرية وتدخل الحروب ونحن لازلنا نعاني من الحروب؟ وللحديث أكثر عن هذه الزيارة المتوقعة ينضم إلينا من أربيل المحلل العسكري العميد إحسان القيسون. أهلا بك دوما برفقتنا حضرة العميد. هناك طبعا نوع من الترقب بانتظار هذه الزيارة المهمة ربما للعراق في هذا التوقيت. هناك اتجاهان، هناك اتجاه يدلل إلى أن هذه الزيارة ربما تأتي لدعم الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، وهناك اتجاه آخر يشير إلى أن السيد السوداني ربما سيستفيد من هذه الزيارة لأن يطلب من بيزشكيان كبح جماح هذه الفصائل. إلى أي رأي تتجه أو تقييمك للموضوع؟ تحية لك أستاذ جزيل وشكرا للاستضافة. رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بيزشكيان سوف لا يحمل ملف الأمني وملف أذرع إيران في العراق، ولكي لا نلوي عمق الحقيقة، أي رئيس جمهورية إذا كان أصلاحي أو متشدد، إذا كان رئيسي أو خاتمي أو سيد مسعود، تبقى الكلمة الفصل للسيد خميني بأن يحمل. نعم، لأن ها من عندما يصبح رئيس جمهورية يا جزيل، نعم، يعتبر هو جزء من إيران الدولة وليس إيران الثورة. أذرع إيران إذا ربع الله وثأر الله وأنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان، هذا يتبع لإيران الثورة، أي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والباسيج، وكلها تحت أمرة ولي الفقيه المرشد الإيراني الذي هو يعتبر
ولي الأمر المطلق حسب الدستور الإيراني. فإذا زيارة رئيس الجمهورية الإيراني إلى العراق سوف لا يبحث الملف الأمني وأذرع إيران، بل سوف يبحث وهو يحمل الملف الاقتصادي وملف ملف الطاقة. نحن نعلم بأن العراق أصبح الرئة الاقتصادية الذي يتنفس منها النظام الإيراني. بعد العقوبات الأمريكية على أكثر من 11 مصرف عراقي أصبح هنالك ضغط كبير، وهذه الرئة تريد إيران أن تعيد هذه الرئة الاقتصادية لكي يتنفس منها الاقتصاد أو النظام الإيراني. وأيضا سوف يبحث ملف الطاقة، وهو بعيد جدا على أن يبحث الملف الأمني وأذرع إيران في العراق أو في اليمن أو في لبنان. يعني بالنسبة للشق السياسي حضرة العميد، هناك يعني انتخابات العام 2025، من المعروف أن إيران تدعم الإطار التنسيقي، ولكن يبدو أن هناك أيضا ضمن الإطار انقسامات. برأيك يعني من تدعم إيران يعني اليوم في العراق؟ هي دائما إيران يا جزيل، دائما إيران تفوز 3-0 على أمريكا في العراق. إذن النفوذ الحقيقي على الأراضي العراقية لإيران. عندما نقول إيران تفوز 3-0، يعني رئيس الجمهورية توافق عليه، رئيس الجمهورية العراقي يوافق عليه ولي الفقيه، رئيس الوزراء يجب أن يوافق عليه ولي الفقيه في إيران، رئيس البرلمان يجب أن يوافق عليه ولي الفقيه في إيران. فلذلك يعني هذه الانقسامات مطلوبة نحن فزنا من الديمقراطية على العملية السياسية في العراق، هذا ما تقصده حضرة العميد؟ لا يا جزيل، الديمقراطية عندما يركب موجة الديمقراطية العملاء والخونة والقتلة والفاسدين يصبح النظام الديمقراطي أكثر وحشية الشكلية أقصد من الدكتاتورية. نعم الشكلية عافية يا جزيل، الديمقراطية الشكلية لحد الآن نحن في ديمقراطية شكلية وليس ديمقراطية حقيقية الذي كان يحلم بها الشعب العراقي. نعم نحن نعلم لولا أمريكا لما استطاعت إيران أن يكون لها موطئ إصبع قدم في العراق. إيران هي الذي قدمت أمريكا هي الذي قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران، وذلك لرد الجميل. نحن نذكر سنة 2005 علي محمد الطحي في الإمارات قال لولا مساعدة إيران لما استطاعت أمريكا أن تحتل بغداد بهذه السرعة. فإذا أمريكا هي الذي سلمت وأصبح الحرب والسلم، ليس كما قال وزير الخارجية العراقي الحرب والسلم بيد ولي الفقيه، لأن هناك يعني بالرغم من أن العراق تحدث أكثر من مرة عن مسلح النائي بنفسه عن أي صراعات في المنطقة. عذرا يعني الوقت داهمنا طبعا للحديث دائما بقية مع حضرة العميد. أشكر لك هذه المشاركة معنا من إربيل المحلل العسكري العميد أحسان القيسوي. ما زلنا في العراق، إذ أفاد مصدر أمني بتسجيل أكثر من 25 إصابة خلال محاولة للقوات الأمنية العراقية لفض تظاهرات ذوي المهن الطبية والصحية وسط العاصمة بغداد. وقال إن الإصابات تنوعت ما بين التعرض للضرب واستخدام المياه الساخنة من قبل قوات مكافحة الشغب في محاولة لتفريق المتظاهرين. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافق على تعيين قرابة 60,000 من خلال خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، لكن المئات منهم ما زالوا عاطلين عن العمل. Come on, 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 come on
وللوقوف عند آخر التطورات ينضم إلينا من بغداد مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر أهلا بك معنا، هل تضعنا في مشهدية ما يحصل في الشارع العراقي على خلفية يعني المهن الطبية؟ يعني هؤلاء على ما يبدو يتظاهرون طبعا منذ عدة أشهر أمام مجموعة من الوزارات، بدأوها طبعا بوزارة المالية ومن ثم انتقلوا إلى تظاهرة أكبر شهدتها العاصمة بغداد هذا اليوم، وتحديدا عند وزارة التخطيط. تجمع الأعداد كبيرة من هؤلاء بالمئات، ومن ثم تحركوا من منطقة العلاوي باتجاه منطقة الصالحية، ومن ثم وصلوا إلى وزارة التخطيط الملاصقة لإحدى بوابات المنطقة الخضراء. تجمهر هناك أعداد كبيرة من هؤلاء، كانت ترافقهم طبعا قوات مكافحة الشغب، لكن عندما حاولوا التقدم والوصول إلى وزارة التخطيط تصدت لهم قوات مكافحة الشغب، وحدثت هناك طبعا احتكاك كبير بين هؤلاء وقوات مكافحة الشغب وقوات الأمن الموجودة هناك. وقعت هناك إصابات طبعا في صفوف هؤلاء المتظاهرين. وزارة الداخلية أيضا هنا تتحدث عن وجود إصابات أيضا في صفوف قوات مكافحة الشغب، لكن لم يسقط ضحايا كثر في هذا في هذه التظاهرة التي شهدت طبعا أعمال عنف بين الطرفين، لكنها انفضت هذه التظاهرة طبعا بعد أن تطورت إلى حدوث احتكاك مع قوات الأمن العراقية، وتم إغلاق طبعا الطرق بطبيعة الحال المحيطة بهذه التظاهرة عدة ساعات، لكنها انفضت في النهاية. المشرفين عليها منظميها طبعا فضلوا إنهاء هذه التظاهرة وربما الخروج بتظاهرة أخرى، لكن هذه هي التظاهرة الأكبر لهؤلاء في العاصمة بغداد التي تشهد تظاهرات مماثلة أمام عدد كبير من وزارات الدولة ومؤسساتها. هناك الآلاف يطالبون بتعيينهم في وظائف حكومية، لكن الدولة تعاني من تخمة كما تقول، وليس بإمكانها استيعاب كل هذه الأعداد ومنحهم وظائف في الدولة العراقية. نشكر لك كل هذه التوضيحات التي وفيتنا بها من بغداد، رافقنا مراسل الحدث الزميل منتظر رشيد. أفاد مجلس السيادة في السودان بتوجه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مع وفد مرافق له إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي للعام 2024. وأضاف أن البرهان سيبحث مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ آفاق التعاون وإيجاد شراكات استراتيجية، مشيرا إلى أن البرهان وتشي سيوقعان اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. وأوضح المجلس أن البرهان سيجري على هامش مشاركته في المنتدى لقاءات مع عدد من الرؤساء ورؤساء الوفود لتعزيز المصالح المشتركة وخلق شراكات استراتيجية بين السودان وتلك الدول. كشف مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان عن ارتفاع عدد السودانيين المتأثرين بالسيول إلى أكثر من 442 ألف شخص في 13 ولاية، بالإضافة لنزوح 124 ألف شخص على الأقل. وأشار المكتب إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحق أضرارا بالبنية التحتية وأثر على الطرق البرية ورفع من خطر الإصابة بالأمراض. ونقل المكتب الأممي عن وزارة الصحة السودانية تسجيل نحو 2900 إصابة بالكوليرا و112 حالة وفاة مرتبطة بالوباء منذ أواخر شهر يوليو. قال سكان محليون من مدينة توقر بولاية البحر الأحمر لقناة الحدث إن جهودهم الجماعية لم تفلح بمواجهة السيول رغم نداء الاستغاثة الذي أطلقوه للحكومة والمنظمات الدولية، وكانت المدينة فقدت نحو 25 شخصا جراء السيول والأمطار، فيما يعاني عشرات الآلاف من أوضاع إنسانية كارثية منذ نحو أسبوع. Thank you.
الناس في وضع مأساوي بطريقة غير يعني ما عادية. في حتى الآن ظهرت يعني الإسهالات والطراش من الناس الواقع أطفال، والموية أثرت على الناس، والبيوت لا زالت قاعدة كل يوم واقع بيت كل يوم خسارة. شوف الموية، شوف الموية الراكدة قاعدين نشر فيها، الموية الراكدة قاعدين نشر فيها لمدة أسبوع. ما حتعمل لهم مضاعفات. المواطنين يعانون، في منهم قاعدين في الدبب وفي الجسور العالية في المواقع، يحتاجوا إلى خيام وإلى نواميس. والأهم من ذلك هو انسياب المياه في المجاري، لأنه الآلة لمن الآن ما خش الطوكر. عدد كبير ما يقارب لأكثر من 30 شهيد استشهدوا في هذه الفترة بتاعت الموية. وبرضو الآن نحن في بيوت أحياء صف 2 وصف 1 و4 و3، ده كله الآن انتهى تماما. توقع مسؤولون أوروبيون بأن تسلم إيران صواريخ باليستية إلى روسيا قريبا، وهو ما قد يؤدي إلى رد سريع من حلفاء أوكرانيا. ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة تقييمات سرية أوروبية بأن إيران زودت روسيا بمئات المسيرات خلال الحرب التي استمرت 2.5 العام ضد أوكرانيا، لكن احتمال نقل صواريخ باليستية يعد تطورا مقلقا في النزاع. ورفضت المصادر تقديم تقديرات حول نوع وحجم الشحنات أو الجدول الزمني لها، رغم أن أحد المسؤولين قال أن الشحنات قد تبدأ في غضون أيام قليلة. ورجحت بلومبرغ أن تقابل عمليات نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا تقابل بفرض عقوبات إضافية على إيران، ومن بين الإجراءات السابقة التي ناقشها الحلفاء فرض قيود جديدة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية. وللحديث أكثر عن ما يعني تم تسريبه من بلومبرغ ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي محمد شبارو. أهلا بك محمد برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني كنا نسمع دائما ومنذ يعني كنا صغار بأن روسيا هي التي تصدر السلاح إلى إيران، ويعني كل هذه الدول اليوم هل انعكست يعني الآية كما يقال؟ هل فعلا اليوم روسيا هي بحاجة لصواريخ إيران الباليستية، أم هي محاولة من إيران للخروج من عزلتها ولتقول يعني أنا موجودة ولدي علاقات مع يعني دول مثل روسيا؟ مساء الخير جيسيل والمشاهدين الكرام. يعني من دون شك انعكست الآية كما نرى وشاهدنا على مدى أقل من 3 سنوات تقريبا على الحرب الأوكرانية، عندما والدور الذي تلعبه مسيرات إيرانية الصنع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومن دون شك ما تفضلت به هو عادة يعني أم صناعة الأسلحة ربما هي روسيا وأيضا دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ولكن من دون شك أن إيران قد خطت خطوات كبيرة في مجال تصنيع الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، وكثير منها أيضا ذو تقنيات عالية يتم استخدامها كما نلاحظ صواريخ سطح تستهدف السفن والملاحة البحرية في البحر الأحمر وغيرها. وكل الأنباء اليوم والمعلومات التي يقدمها أكثر من مصدر استخباراتي أوروبي حتى الآن تقول أنها الآن سيتم نقل هذه الخبرات، وأعتقد أن ذلك مستند إلى وجود خبراء روس حاليا يتدربون على هذه الصواريخ وميزاتها في إيران. ولكن الخبر أيضا يتم تكراره، إذ أنه تم الحديث عن تسليم موسكو 400 من هذه الصواريخ ربما الأقل تطورا قبل عام من الآن، ولكن اليوم يتجدد الحديث عن إمكانية نقل بعض هذه الصواريخ جوا وأخرى بحرا. نعم، أيضا رجحت بلومبرغ أن تقابل عمليات نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا بعقوبات إضافية على إيران. يعني سبق وشاهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مثل هذه العقوبات، إلى أي مدى برأيك هكذا إجراء قد يقيد من مثل هذه العمليات بين إيران وروسيا أو يخيف إيران أقله؟ يعني حتى الآن لا أعتقد أن هناك ما يردع لا الجانب الروسي ولا الجانب الإيراني على تعاونهما
معلوم أستاذة جيزال أن موسكو قد وردت أو استخدمت أو حصلت على ذخائر من كوريا الشمالية والتي ترزح تحت عقوبات قوية للغاية، وأيضا حصلت على إمدادات من يعني تقنيات مختلفة لآلة إنتاجها العسكري من طهران أيضا. يعني هناك ضوابط دولية مفروضة في الأصل على إيران ضد توريدها أنظمة صاروخية أو مسيرات أو تكنولوجيا بموجب إذا نتذكر الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015، ولكن تلك الضوابط انتهت صلاحيتها القانونية في أكتوبر 2023، وهي يعني ضوابط أممية مصادق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، لكن أمريكا وأوروبا بشكل أحادي أبقت على تلك العقوبات مفعلة ضد طهران في المجال، ولكنها لا تمنع من يعني مناورة الجانب الإيراني وإيصال وتطوير برنامجه الصاروخي بالرغم من كل الضوابط والعقوبات المفروضة على إيران منذ أكثر على الأقل منذ 2015 وحتى قبل ذلك. وقع مثل هذه الرسائل التحذيرية من قبل بلومبرغ ومن قبل المجتمع الأوروبي برأيك على إيران؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني إرسال رسالة قوية لإيران، لأن نقل مثل هذه التكنولوجيا إلى روسيا، أي صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تعمل بنظام التوجيه في الأقمار الصناعية GPS، يعني نظام تحديد المسافة والموقع، كلها يضغط على الجانب الأوكراني لطلب مساعدات صاروخية ودفاعات جوي أقوى من التحالف الدولي والأنظمة الداعمة لأوكرانيا، خصوصا أنه يتطلب الحماية من هذا النوع من الصواريخ أنظمة معقدة مثل الباتريوت وسام تي، وهي مكلفة ولا تتوفر منها منظومات كافية لحماية الأجواء الأوكرانية. فكل الخوف والضغط والسعي لأن يلجم هذه التهديدات الأوروبية بأننا نعرف ماذا تقوم به إيران ويمنعها عن الانزلاق وإيصال مثل هذه الأسلحة إلى موسكو، ولكن لا يمنع شيء اليوم بظل الاشتباك الدولي يعني الوضع السياسي المشترك بين الغرب وروسيا من جهة وإيران وأيضا كوريا الشمالية من جهة أخرى، لن يسمح بأن تسمع إلى صوت العقل ولو كانت التهديدات بعقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني أو على شركات الطيران التجارية ووصولها وهبوطها خدمة خطوطها في القارة الأوروبية. نستفيد بما تبقى لنا من وقت معك أستاذ محمد، إلى أي مدى اليوم أصبحت أوكرانيا هي ربما محل اختبار لمثل هذه الأسلحة، ربما يعني لأوروبا ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا؟ يعني الجوانب كما نعلم أستاذ جزال، سؤال كتير مهم. ساحات الحرب تعني أن يتم مراقبة الأسلحة واختبارها، ولاحظنا أنه على مدى عامين ونصف غيرت روسيا كثيرا من استراتيجيتها وأنواع الأسلحة التي تضرب بها الأهداف الأوكرانية، وأيضا تغيرت وتطورت الدفاعات الجوية التي توفرها الدول الغربية إلى أوكرانيا، خاصة بعد الهجوم الأخير على كورسك، يعني حيث منيت القوات الروسية بخسائر كبيرة. يعني لاحظنا أن روسيا لا توفر جهدا عن استخدام حتى الصواريخ الفرد صوتية التي تعتبر عشرات المرات أسرع من صوت على ضد أوكرانيا، فهي أيضا اختبرت هذه الصواريخ وما زالت تعمل على تحسين أدائها في وجه الدفاعات الجوية التي ما زالت قادرة على رصدها، وتلك الدفاعات الجوية مطورة من قبل الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل أساسي. أستاذ محمد شبارو الكاتب الصحفي، شكرا لك على هذه المداخلة معنا من لندن. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ندعوكم دائما بقاء برفقتنا ومتابعة قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب. يمكنكم أيضا القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني www.alhadath.net. دقائق وينضم إليكم الزميل محمود الورواني، إلى اللقاء. We'll be right back.